السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو كيفاش نيطوايو موتير بطريقة احترافية و سون بروبليم الكتريك، بلا مشاكل، بلا ما نضيعو لي كابل الكتريك، بلا ما نضيعو الموتير. بون، غادي نسحقو دو برودوي. الاول برودوي نيطوايو موتير، منظف محرك، و برودوي زوج، برودوي رونوفلي البلاستيك باه يعطي بريون. هذاك هادو لي دو برودوي راهم ديسبونيبل عندنا في السطور، ندخلو الديسكريبسيون غادي تلاقوهم بسومة شابة، حاجة افيكاس. داك تشوفو هنايا نسحقو بانسو، نسحقو الشيتا هذه باش نطويو بلايص لي ما نقدروش نطويوهم غير هكا، نسحقو شيفونا. هيا نبدو، بسم الله. بون، باش ما نضيعوش بزاف برودوي وما نقيسوش برودوي غير هكا، نشتو هنا بالبانسو قبل هكا ونبدا. بسم الله. شو لا ديفيرونس؟ كيما البلايص لي منقدروش نشوفوهم، معليش نديرو شويه برودوي هاكا. سهلا مكسر. بون، بعد ما نقينا غير البارتي هذه، شوف لا ديفيرونس بين البارتي ادروات والبارتي غوش. شوف هذا الاوساخ اللي راه هنا والزيوتة، شوف هذه البارتي، هذاك مازال ما لمعناهاش. نكملوا ان شاء الله النيتواج تاع الموتور.
كديما عندي هنا كيما هذه البلاصه راهي مسخه بزاف، غادي نديروا لها برودوي نكثروها ونخلو لها باش يطلق عليها هذاك برودوي باش تنق كيما هكا. انا خاصه فيها بزاف المسخ. من الاحسن نحكوها بالشيتا ولا الشيتا تاع دونتيفريس ولا الشيتا وحده. بون نكملو مع النيتواج هذا. شي سبلايص ما نفهمش ال بون كيكون كاين الزيت بزاف ومساخ بزاف التراب، حتى الا ما خرجتلكش في الكوش الاولى تقدر دير دوزيام كوش. هنايا انا موري كاين النتيجة هنايا كانت غير الكريس هنايا. شوفوا الفرق. شوف النتيجة كي دايره. الله يبارك كي كان وكي ولا. دونك من بعد ندير لكم كي كان كي ولا باش تشوف لا ديفيرونس. كيما هاد البلايص نقوهم غير غير. شوفي هذه كراهي مسخة، هذه حديدة، هذا غادي نقيسو عليها ديريكت على خاطرش هذي مكاش صوالح لي نخافو عليهم. خلوها هاكا دو مينيت بلا ما تفاعلت مع هذيك الأوساخ ونمسحوها. شوف كيف تنقي ديرك. كما هذه من الأحسن قيسو عليها شويه ما على خاطرش هذا حديد ما خافوش عليه. قيسو عليها شويه ما شوف لا ديفيرونس. شوف لا ديفيرونس كي ولات. نزيدوها دوزيام كوش واحدة أخرى. هذا برودوي ما يصدي ما يدير حتى حاجة، تسمى حاجة إفيكاس وحاجة شابة. شوف لا ديفيرونس. دروك نزيدو نكملو هذه لابارتي. شوف لا ريزولتا. شوف الريزلت الله يبارك. نزيدو نكملو هذه البارتي منا، هذه البارتي كوتي ديستريبيسيون. هذه كوتي نديرو عليها ديريك خاطش مكاش صوالح إلكتريك منا. قدمت هنا شوف هذا أوساخ هنا الزيت.
بعد ما درنا البرودوي على هذي كوتي قيسو شويه ماء هاي الكوتي ديالو نشوف لا ديفيرونس ونمشيو كتانا هذاك الزيت هذاك طيراته تاع السيبور كاع هذاك كلش راه كي تقيسو الماء غير حل زوين تقيسو الماء ما تقيسوش الاسيو ما تقيسوش على الكروا والطوندير باش ما يدير لكمش بروي كروا تاع الاكسسوار باش كي يدخلها الماء يدير بروي هذا ما كان عسو رواحكم برك بون هذه هي الريزلطا بعد ما كان الموتور فيه بزاف الوسخ التراب وكريس والزيت هذه هي الريزلطا دروك غادي نزيدو نديرو بريو نوريكم كيفاش يولي هذا الثاني كاين في السطور هذا حاجة افيكاس حاجة فيها ريحة شابة وما تخليش الغبرة شغل ما يلايمش الغبرة بون نبدو بسم الله نجيبو كتانا دروك نقية بعد ما هاديك وسخناها كاع ونبدو بسم الله غير حاجة قليلة ونمسح هاكا ونمشو هذا نقدروا نخدموا به الداخل في الطابلو دبور ولي غارنيتي تاع الداخل كلشي كاع طابلو دبور ولي غارنيتي وخلي ما مخلي ريحه الداخل ريحه شابه وما يلايمش الغبره شوف قدمت هنا كيفاش رد لا كولور الاصليه تاع اللوطه تحسبها جايه من لاميزون تما ذو لي دو برودوي حاجة افيكاس افيكاس بالبزاف هذا برودوي يشد لنا بزاف ما نستعملوش منه بزاف حاجة قليلة افيكاس زيدو هناك كون باغي تبيع الموطور تكون لاعب شوط ماذا بيك تنقيها كيما هكا باش كي الشاري كيجي يشوف الموطور ما يهربش بون هذه هي الريزلطا ان شاء الله تكونوا استفاديتو وفي فيديو واحد اخر ان شاء الله